هاي يا اصحابي، ازيك يا ابو العريس؟ انا زي الفل يا مريم. مش عارف صراحه ايه اللي جابني هنا، بس انا لقيت رائد بقاله كتير ما جاش من قلب القلب، متاخر الساعه 8. احنا كتير مبسوطين واصحابنا الصغار ناطرين. اه ما انا مش عارف برضه، بس احنا صغيرين رواد اللي بيحصل مالكو. الراجل اتاخر قلت تاني مكانه. هم بيعملوا ايه؟ احنا سات 7 مش سات 7 كيدز. لا سوري احنا اليوم ده انتوا عايشينها جدا، عايشين الطفوله، عايشين الفراغ. ان تعودوا كالاطفال لن تدخلوا ملكوت الرعب. بعدين تحيه لمخرجنا جوني. ما احنا عارفين جوني مخرج، ما فيش طفل اقرع، بس تمام بيحصل، بتحصل. اليوم حلقتنا رح تكون كثير 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 مميزه، لانه في كابل هن اصحاب لنا كثير، بنقعد سوا وبنكون عم نضحك وفي بركه بيناتنا. شو كمان مريان رح يكون؟ رح نكون عم نتعرف عليهم اكثر. الصغار بيعرفوه ابو العريف، ولكن هو عصام ومواهبه كثير مع الصغار والكبار. ورح تتعرف اليوم على شخص بريشس كثير، تمينة وموهبة رائعة جدا. اليوم رح تعرف عليها اكثر، هي مدامته ماكدولين. مستمتعين جدا فيكم وناطرين هيك نشوف مخبيتنا الحلقة. لكن ناطرين كل اتصالاتكم، ورح تبتدي القعدة من القلب للقلب. بيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا. بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق. يعني مسيرتي باللايف بلشت مع ابو العريف. بتذكر اول مره كنت بمصر واستضفتني معك بالبرنامج هيك تاختبر حالي باللايف. من وقتها بلشت على التلفزيون لايف من انت، وكثير زمان بتطلع. ما هو كان زمان ده، كان زمان ده، في زمان كتير يعني. وقتها كان عمرك 10 سنين، هي كانت عمرها صغيرة. في المدرسه، في المدرسه يعني. بلش مع الاطفال وتاثروا فيه، والتاثير بعده لليوم. بعنا لليوم بسات 7 نتلقى رسائل على اطفال كبروا مأثرين فيك وبالاشياء اللي كنت تعلمون اياها عن يسوع. بركي بعرفونا عن حالكم، عرفونا اكثر عن حالكم، وهلا رح نتعرف عليكم اكثر بتقرير كمان. طيب ايه، يلا يا عصام يتعرف الاول. يتعرفوا اكتر عليك. اصل انا متعود دايما انا اقعد ناحيه دي يعني. اللي بنعمله في الناس بيطلع علينا. اليوم نحن لاقطينك. ايوه بس كده، هو مستغرب من بدري القعده. انا اسمي عصام ناجي، وانا بشتغل معد برامج ومذيع، وابتدينا زي مريم بتقول من سنين طويله جدا في سات 7 كيدز، واشتغلنا مع بعض حاجات مجدت يسوع في حياتنا كلنا. مريم قالت انه انا اثرت في الولاد، دي حقيقه مريان، لكن في الناحيه الثانيه رواد الولاد اثروا فيا جدا جدا. ماكدولين تعرف، لانه كان كل يوم جمعه الساعه 5 بتوقيت القاهره لمده 7 سنين. واو. كنت على الهواء، وقبلها 6 سنين كمان تسجيل كان من بيروت لبنان، وكانوا من احلى سنين حياتي اللي شفتهم كل اسبوع. مظبوط. بما انه بلشنا معكم بشو كنت تعمل، بدنا نعرف انتم زوجين قديه صار لكم متزوجين
وهيك بس فكره وتعرفينا عن حالك اكثر مقدرين. اقول لكم الاول متجوزين بقى لنا كم سنه؟ بقى لنا بالضبط 13 سنه ونص. آه. يعني في اكتوبر يبقوا 14 سنه. حلو. يعني كتير اكشلي يعني. طبعا. انا اسمي مجدولين، بشتغل راقصه باليه ومدرسه باليه للاطفال ورقص كمان معاصر، ورح نحكي اكيد عن الامور كلهم. حياتي برضو ابتدت مع الاطفال مع عصام في نفس الوقت، يعني الوقت اللي اتجوزنا فيه هو عصام ابتدى البرنامج، بدات انا تدريس، سبت الاوبرا وبدات التدريس، وربنا برضو مشي معايا انا سكه مع الولاد من خلال تدريس الباليه. فكان فعلا يعني ربي ماشي خطين موازيين، عصام في البرنامج وانا الناحيه الثانيه عماله اكبر واتغير، لانه فعلا بتشتغل مع الاطفال انت اللي بتتعلم كل يوم وبتاخد حب كل يوم. فكانت سكه انا كمان مشيتها مع الاطفال لحد دلوقتي، البنات معايا وبنعمل مع بعض انا وعصام بايبل ستادي مع التلاميذ بتوع الباليه، ومكملين في السكه الاطفال مع بعض. يعني شو حلو الكابل هيك اثنيناتهم يجمعهم خدمه واحده وشغف واحد على نفس الخدمه، هالشيء بحس كمان بيقرب الاثنين من بعض كثير. انت مش شايفانا قاعدين قرب بس اكشلي ماريان، عارفه اللي حصل؟ ما كانش ده قبل الجواز. احنا يعني دايما حتى بقول لعصام حاسه انه بس اثنين يتقابلوا ويتجوزوا كان حاجه جديده بتنزل في حياتهم ليهم هم الاثنين بعد ما اتجمعوا. خدمه الاطفال ولا كانت في حياتي ولا في حياه عصام قبل، هي بدات في حياتنا بعد ما اتجوزنا. رح نحكي كثير عن هول الامور، بس رح نروح كثير ناس بتعرفك، بس في ناس بتحضر هالبرنامج ما بتعرف سات 7 كيدز كثير. خلينا نشوف مقتطفات حضرناها لك للناس تعرف شو كنت تعمل مع الصغار. ازيكم يا مامير، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم ليش هيك على الهوا. مين اللي اخترع الثلاجه؟ اكيد شخص بارد قوي. المحبه لا تسكت ابدا. برافو عليك يا ميرا. بصي يا مخبي في حاجه. سلام عليك. بس عايز اقول لكم ان احنا كل مره في الشهر اللي فات او في الشهور اللي فاتت دي كنا بنصلي لكم على طول من قلبنا. يا رب يسوع انا بشكرك يا رب قوي يا رب على قلب جرجس وقلب مريم يا رب. حافظ على مصر، حافظ على الكنيسه، حافظ على كل الناس. امين امين. قبل العمريه انا عايز اجي عندك في الاستوديو. كل ده واكتر موجود معانا في ليش هيك، واوعوا تنسوا ان رب يسوع بيحبكم جدا 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 وان هو دايما في قلبكم. الكتاب المقدس كله بنشوف قصص لأطفال صغيرين هم اللي غيروا الأحداث. تابعونا النهاردة في حكاية يسوع. يعني مسيرة رائعة، مسيرة طويلة وبدها زخم. الأولاد بيعرفوا مزبوط إذا الشخص بيحبهم أو لا، وكان عندك هيدي الشعبية لأنه الأولاد كانوا يعرفوا قد إيه أنت عم تعطي منك زخم. رح نرجع نحكي عن كتير أمور وعن شغلك الجديد لأنه ما واقف الشغل هون، وعن شغلك مجدولين. بس أنا هلأ كأني رح أقرأ السؤال لأنه ماني محضر قد ما معشوق فيهم، مش عم بتطلع. سيب الورق عن جد عم بحكي. أنا يمكن كنت كاتب شيء عن حالي أنه أنا كنت صلي للرب أنه يعطيني حب حياتي، وكان في نقاط بماريان أعطاني إياهن الرب يعني كتير بيكملوني. كيف فكرت بمجدولين انها تكون شريكه لحياتك؟ انا فاكر كويس قوي زمان، انا بحب اقرا لجبران خليل جبران، فكان عنده روايه مشهوره جدا اسمها يسوع ابن الانسان. فروحت اشتريت مجموعته كلها، ولقيت نفسي بكتب كده على الروايه دي من بعد ما قريتها، كتبتها لمجدولين، وكتبت الى اكتمالي لمجدولين. انا اول مره اسمع الكلام ده. في الحياة الزوجية لما بتبتدي، أو حتى في وقت التعارف والخطوبة وكده، بيبقى الاتنين عكس بعض، بس هو مفيش حاجة بتكمل لو الاتنين شبه بعض بالظبط. يعني بشوف يا رواد دايما إنه زي المفتاح والباب، لازم الحاجة تبقى عكس بعضها، لازم سنان المفتاح تبقى عكس الفتحة بتاعت الباب علشان يركبوا مع بعض. إحنا شخصيات مختلفة عن بعض، لكن مش بينا خلاف، بينا اختلاف، وتفرق كتير قوي. الاختلاف بيكمل بعضه، لكن الخلاف بيعمل شق. حتى في الأوقات اللي بيبقى فيها صعوبة، لكن مع الوقت لأننا بنكمل بعض بنلاقي بعض. حلو كتير. طب بس سؤال بدي أسألك إيه؟ أنا معك 100%، لأن لو ما في اختلاف بيني وبين ماريان أنا كتير هايبر، هي الرايقة، هي اللي بتروقني.
بس هل بتعتقد لازم يكون كله اختلاف؟ لأن أنا بشوف إنه أنتوا بيجمعكم شيء كتير مهم ممكن تقولوا لكل الكابل بدون يتزوجوا في نقاط الفن الأرت. أوكي أنت فنان، أوكي لو مذيع لو هي منا مذيعة وهي كمان بتعلم رقص باليه وهيك، ما بتحس إنه لازم يكون في نقطة هي أساسية؟ يعني في ناس بتحب تحضر موفي، إذا زوجته ما بتحب تحضر موفي معقول تمرق الموضوع، بس إذا هو بيحب مثلا يرسم زوجته ما بتحب الفن بصير شوي نقاط الخلاف عم بتضر. مزبوط انت معي بهالموضوع؟ صح. احنا تقابلنا عشان انت قلت نقطة مهمة قوي عن الفن، احنا تقابلنا في دار الأوبرا في القاهرة وأول مرة كنت شوف مجدولين، الكلام ده كان من سنين كتير قوي قبل الجواز بحوالي 3 سنين. كانت ترقص باليه؟ لا الحقيقة شفتها بس كان شعرها طويل جدا جدا ده اللي جذبني ليها في البداية يعني، وهي بعدين قصيته يعني للأسف الشديد يضحك عليا قصيته، أنا شفت اللي حصل لي قصة خالص. قال لي السبب كان شعرك طويل كنت شايف كان بالليل الساعة كانت 10 بالليل. المهم فالفن جمعنا احنا الاثنين مع بعض، ومع الوقت هو ده اللي خلى أي اختلاف بيننا يتحول إلى شيء يكمل بعض. لأنه إحنا في البيت على طول بنسمع مزيكا كلاسيك أو حتى مزيكا لبلاد مختلفة، دراسة مجدولين في الباليه، دراستي في التصوير وفي الإعداد، ده خلانا إحنا الاثنين نكمل بعض، فبنشوف الحاجة سوا والفن جمعنا. وكمان لما بتيجي تعمل الفن ليسوع بتبقى حاجة تانية خالص بقى، بيجمعك أكتر وأكتر كمان. أكيد دايما بالطباع بالشخصية في نقاط مختلفة بتكمل بعضنا فيها، بس لازم وضروري بكل اثنين بيلتقوا يكون في نقاط مشتركة مثل نقاط interest points، يعني أشياء منهتم لها منحبها هوايات تجمعنا تا هيك يكمل الزواج بشكل ناجح. رح أجي لعندك، هل كنت مجدولين مثل كل الصبية هيك بتحلمي بشريك الحياة؟ عندك مواصفات لإله؟ بتتخيلي بتصوراتك بمواصفات معينة؟ أو هيك إجا فجأة الحب على حياتك دق الباب وكنت مستعدة أو ما كنت مستعدة؟ ما كنتش مستعدة خالص. أكيد كنت بشتغل طول الوقت ومشغولة والكارير اللي أنا فيه كان فيه شغل مجهود كبير قوي في البالي، نتمرن كتير وعندنا دايماً شغل، فما كانش ما كنتش متخيلة حتى شكل جوزي عامل إزاي أو إن أنا هجوز بالسرعة دي. يعني أنا بالنسبة لي كنت حاسة إنه لسه بدري على الجواز. فالموضوع بالنسبة لي كان مفاجئ فعلاً. وشو اللي لفتك هيك بعصام وخليك تغيري من اتجاهك الصارم بالتدريب والتمرين على إنه لا أنا في أتزوج هلأ وبحبه؟ زي ما كنتوا بتحكوا شوية، من النقط المهمة جداً إن إحنا عندنا حاجة مشتركة هي الفن. عصام مش بس كان بيتفرج على مثلاً عروض في الباليه في الأوبرا، عصام بيقدر الفن وبيقدر الرقص، ودي حاجة فرقت معايا. في مجتمع شرقي الراجل ممكن يتفرج على باليه لأنه الباليه بنعتبره أرقى شوية من باقي الرقص، لكن كمان يقدره كانت حاجة كبيرة بالنسبة لي قوي. فهو قدرني أنا شخصياً وحبني وسمعني، يعني عصام مستمع جيد جدا. فاول حتى يعني احنا علاقتنا قايمه على الصداقه، احنا بنحكي كتير مع بعض، وقبل ما حتى نرتبط قعدنا شهور بس بنحكي مع بعض عن كل حاجه في حياتنا. حلو. فكانت دي اكتر حاجه فرقه معانا ان احنا اصحاب لحد دلوقتي. طب قبل ما ننتقل ونشوف مقتطفات من حياتكم تنكمل، بس بدي هالنقطه مهمه للناس اللي عم تسمع، عم تقول حكينا كتير، هل حكيتوا امور تصدم مرات؟ هل قدرتوا تحكوا يعني رح أعطي الإكزامبل، أنا بوقت الخطوبة حكيت أمور بمحلات بكيت. يعني قلت من الأفضل إن بتقوله تعيط، من أفضل إنه تعيط في الخطوبة لأنه قلت لها أمور صدمتها بس كنت صريح، من إنه نوصل على الزواج وهنيك تنفضح أمور وهي ما بتعرفها أو بشخصيتي أو بماضية، هل قدرتوا تكونوا؟ لأن أنا بعرف المجتمع العربي بالذات كله ويمكن ما بعرف إذا وفيك تصحح لي عصام، بلبنان ما بعرف إذا منفتحين أكتر بيفتحوا الأمور بين بعض وما بيستحوا، ما بعرف إذا بمصر أو ببلاد تانية أكتر متحفظة. هل فتحتوا أمور بين بعض؟ قدرتوا تحكوا بأمور شوي بتصدم؟ يعني إذا كنت أنت بتغضب كنت بتقلها انتبهي أنا معقول مرات أغضب؟ أنا هعترف هقول لك كل حاجة. أول حاجة هو كل ثقافة ليها خصوصيتها، فأكيد في مصر مجتمع مختلف عن المجتمع المتعدد في لبنان، لبنان فيه طوائف كتيرة، مصر مختلف. ففوق ده كمان أنا في البداية كنت شخص بحب أني أجمل نفسي قدام مجدولين للغاية. يعني ده في أول 3-4 شهور من بعد ما تعرفنا على بعض، شاب لذيذ بقى كل يوم ورد وتليفونات لطيفة وكذا، لغاية لما مجدولين قالت لي بص إحنا مش هينفع نكمل كده، لو في حاجة عايز تطلعها طلعها،
دلوقتي قبل بعدين. صح، حلو انه هون بنشوفكي عن جد بتكملوا بعض. انت الشخص اللي يمكن الخجول يلي بتحب دائما، يمكن الخجول بحب يبين لان كثير اوير او كثير مراقب بشوف حاله انا مثلك، فمنحب نفرج الصوره الحلوه. فربعت لنا اشخاص ما بيهمهم متحررين، بدنا خلص نرتاح. كمان عايز اقول لك من بعد ما ده حصل ضربت بقى النافوره بقى كل حاجه خرجت يعني. وده كان قبل الخطوبه كمان يعني قبل الخطوبه، وقت الخطوبه اللي هو احسن وقت عند اي كابل، كان اصعب وقت عندنا لان كل حاجه عماله تخرج. جوزنا كان نعرف بعض بقالنا 100 سنه من اول يوم، خلاص احنا اصحاب. طيب هيدي نصيحه كبير. عصام وماجدولين للكابل المصري او اللبناني او الاردني انه يفتحوا يكونوا منفتحين على بعض قبل الزواج، يعني هي نقطه قوه بتعدوها؟ هقول حاجه صدري. واحده فرقت معايا مع عصام قوي، قالها لي زمان اول ما بدانا زي ما قلت لكم، قعدنا نحكي كتير في كل حاجه احنا الاثنين، وجي يوم معين مش ناسيه اليوم ده، لقيت عصام تعرف اقول ايه طبعا قال لي هقول لك على حاجه، احنا حكينا مع بعض في كل حاجه، اذا افتكرتي حاجه بعدين انسيها خلاص، احنا دلوقتي خلصنا كلام في كل حاجه، فحتى لو افتكرتي حاجه بعدين اعتبريها ما حصلتش. ومن الوقت ده فعلا احنا خلصنا كل الحكايات، حتى لو كان يعني ما عدتوا تفتحوا الماضي، هيدي تفهم عليكم خلاص. هو كان في وقت يا رواد وبعدين طلع خلاص راح. بس كان لازم يطلع. لو انت كملت على ماضيك بمساوئه ومحاسنه وانت داخل تتجوز من غير ما تحكيه هيعمل لك مشاكل. في البدايه كنا عاملين زي قطعتين التلج اللي خارجين من الفريزر، المشاكل وطريقه الحماوه والحراره اللي كانت بيننا في الشد في الوقت اللي قالت عليه ماجدولين سيح التلجتين دول، بس بقوا حته ميه واحده. بعدين لما راحوا في الفريزر ما بقتش بقى قادر اني مورت فرقهم عن بعض، بقوا قطعه تلج واحده، وده اللي خلانا لغايه النهارده عارفين نكمل اصدقاء زي ما قلت. حلو هذا الشيء رائع وحلو نسدد على اهميه الصداقه. بتذكر كان رواد يقول لي الصداقه هي اهم شيء بالعلاقه الزوجيه، العلاقه الحميمه رح تجي تكمل، ما بعرف كل شيء ثاني رح يكمل، بس العلاقه الصداقه الموجوده هي اللي رح تخلي كل شيء يكون حلو وهيك نظيف. لأن بدي أقوله خلينا نكون واضحين، وبدي أقول لكل الشباب اللي عم يسمعونا الخطاب وهيك، ولعين الرومانسية أو العلاقة الحميمة بين الشاب والبنت دايما الرب بيجددها وقت أنت بتصلي. لحكينا بهذا الموضوع وما رح تروح، بس قد ما يجددها ما رأيت ساعة بعلاقة رائعة نعتبر بالنهار، بس أنت بال 22 ساعة الباقيين بالنهار أو ما رأيت ساعتين في الصبح وفي الليل، بس بعدين شو بنعمل؟ لا عم بحكي جد بالساعات. إذا هي مش رفيقتك اللي بتضحك معها وبتتسلى معها وبتزعل وبتعيط معاها أو هي بتعيط معك أو بتعصب عليها وبترجع، وهيدا ما إلها معنى الحياة، زهق، انتهت الحياة، ما إلها نكهة. وبتخيل هيدا الشيء اللي أنتوا فرجيتونا إياه اليوم، وهيدا هي الرسالة. وهلأ هيك رح نشوف مع بعضنا لقطات من صداقتكم ومن حياتكم ومن علاقتكم الحلوة، ومشاهدينا يتابعوها معنا. اغلبهم بلبنان شفتوا؟ يعني حضرتكم مصريين او لبنانيين؟ الاثنين. انا مصريه هو لبناني. بص هي الفكره انه اغلب الصور دي انت اللي بعتيهم طبعا لميرنا صح؟ انا بس انا قلت لك يعني انا ايوه ما تحطش عليك يعني. لا لا ابدا اتفقنا احنا اصحاب. بس في صور على فكره كوميدي شو عن جد انا بلاقيهم الكوميدي شو. احنا كده ماسكين نفسنا يعني كمان. ساعه استنى شويه ده احنا جايبين عشاء هناكل. اغلب الصور في اوقات كتير كنا في بيروت لان احنا ما بين القاهره وما بين بيروت اوقات كتيره، بس احنا بنتحرك كتير سوا. مع الوقت بيبان انه ممكن، وبعدين احنا متجوزين بقى لنا سنين طويله، فممكن يبان انه انتوا ليه بتتحركوا دايما مع بعض. احنا مش قاصدين، هي بتيجي كده يعني، ربنا هو اللي بيرتب انه التحرك يبقى مع الكابل ده في الوقت ده. يعني صور كتيره من دول
ليها علاقه بانه لان مجدولين ليها حاجه تعملها في بيروت وانا ليا حاجه في بيروت ف بس عندي سؤال ليش انت حسيتها كانه شيء سوري مزبوط عم بقول انه شيء كثير حلو ان الكابل يكون مع بعضهم مع الوقت يا مريان الناس بتحس انه لازم يكون في فسوحات او اماكن يعني. بالضبط بالضبط السبيس فيك تعمله بنهارك تظهر تشرب كافي وحدك لا او انت تشوف اصحابك بس مش معناته لازم يكون في انا اكتر بعمل كده يعني انا بخرج بروح اقابل اصحابي كتير بس برضو اغلب الحاجات بنعملها مع بعض طيب انا بدي اسالكم سؤال وبدي اقول انه انا كتير بروح على مصر كنت صار لي فتره طويله بروح على مصر وكتير بنبسط وكتير عندي اصحاب بس شفت شيء موجود بلبنان كمان اكيد بس شفته اكتر بمصر بكتير اللي هو العكس اللي ما انت عم تقوله انا لإلي بنادي جميع الكابل المصريين يعيشوا الحياة اللي انتوا عايشينها وقد ما فيهم يكون عندهم اصدقاء يقعدوا بس كنت عم شوف انه دايما الرجال المصري بس يتزوج بيروح بالليل دايما بيسهر لوحده مع الشلة وبيترك مراته في البيت والحجة هي انه عيب الست لازم تقعد في بيتها بس انا مع اصحابي فاين بظهر بسهر بسمع ميوزك وهذا الشيء كان لإلي صدمه بقى انا شو بتقولوا عن هذا الموضوع ما بتحسوا انه هذا مشان لها رد سيب مجدولين اللي ترد مجدولين شو بتحسي مش في ظلم بالموضوع انا ليا اصحاب كثير بيعانوا من القصه دي انه بس يتجوزوا خلاص هو كل يوم يخرج وهي في البيت يعني طب وهي كمان مش مسموح لها تنزل معاه لان هم كلهم شباب طب ممكن نخرج كمان يعني في بنات او مثلا ستاتهم موجودين لا اصل بنتاخر بره مثلا طب حتى لو بتتاخر بره اتاخر معاك يعني ما احنا متجوزين بس ده فعلا ناس كتير قوي كده بس ماكدولين عندي سؤال اسالك ما بتحسي انه بس الرجال كنا عم نحكي تحت الهواء قلتي لي شيء رائع حب تعيديه بيقول الرجال انا ما بتغير انا هيك بدي اتاخر بره بدي اتاخر لان انا بدي اتسلى بالمصري بدي عايز اتفسح بسط يعني انت بتعتقدي انه له حق الرجال وين ما كان لبناني مصري اردني يقول انه صري انا هيك ما بتغير لا انا بالنسبه لي لازم الرجل الحقيقي اللي بحب مرته يقول لها بتعرفي ما رح اتاخر وتعي معايا وفاين الساعتين الزايدين في يرجع على البيت منه مظلوم ما بتحسي هذا الشيء حقيقه بص زي ما كنا بنحكي قبل الهوا كنت بقول لك انه الست مش بيفرق معاها بس ان الراجل يتغير بس بيفرق معاها الراجل يبقى عايز يتغير يعني حتى لو مش قادر يقولها ساعديني ان اتغير او انا بحاول فبيحاول يشتغل على نفسه لكن هو كده لا دي اكتر حاجه بتضايقها اقل حاجه الست بتقدرها يعني اقل حاجه هتشوف ان هو بيحاول يعملها هتبقى عندها كبيره قوي لكن بيضايقها كتير ان هو ما بيحاولش اصلا صح وانت في البدايه اقول لك حاجه مجدو بتتجوز وانت جاي محمل بقى بكل الحاجات اللي انت واخدها مش بس من البيت يعني من الثقافه العامه في البلد والموروث مظبوط العام ده كله بيدخل معاك بيتك وفي البدايه انا كنت كده في البدايه انه لا بقى زرجن يعني اقف كده لا كل واحد ليه حتته ليه كذا لكن مع الوقت عرفت انه احنا داخلين شركه مع بعض لازم تقدم شيء عشان تلاقي شيء وانا فعلا في البدايه كنت حاسس انه لا انا لازم امشي زي ما انا بقول البيت يمشي زي ما انا عايز لان انا الراجل يا سلام بس الزرجانه كانت بتيجي كمان من الطريقه اللي انا كنت بقول بيها زي ما كنت بحكي معاكم ان انا مدرسه فطريقتي طريقه مدرسه انا يعني لانه بحب وباهتمام بقول الحاجه انه واحد اتنين تلاتة جنب بعض فالطريقه ساعات مش ساعات هو اغلب الوقت الطريقه بتفرق مع الراجل مش الكلام اللي بتقال بس الطريقه اللي بقول بيها الكلام صح يعني موافق على الكلام بس قولي بطريقه ثانيه ما بحب الرجال بعرف من رواد كمان يحس انه امه بالبيت أيوة. انه عم بعطيه اوامر يمكن انا بكون طالع من محبه او انه بدي احمي اولاده وحطيت حالك بهالموقف ولكن هذا الشيء ولا مره بينفع بزعلنا اكثر من بعض او دائما ما قلت الطريقه هيك نكون ندوس رايقين نحكيها بطريقه مهضومه مش باوامر بس سؤال صغير لانه كثير هم من الموضوع هل انت غيرت طريقتك او الثقافه اللي هي بمصر او بلبنان تما نركز بس على مصر بس في ثقافات معينه غيرتها لانك بتامن بيسوع المسيح او لان انت انكسرت بدي اعرف هل الرب بيقلنا انت هون ما عم تعمل زوجتك كويس لازم تتغير او انت قرار شخصي يعني هل المسيحيين اللي بيؤمنوا بيسوع بيتصرفوا كده في مصر يعني بيروحوا بيتركوا زوجتهم لوجه الصبح حابب اعرف حابب الثقافه المصريه رواد ثقافه طاغيه يعني قويه جدا اكتر من الايمان على حسب الشخص وانفتاحه وبالذات الذكر يعني الزوج او الاب على حسب زي ما قلت لك في الاول يا اما انا اخد ثقافتي جوه بيتي
يا اما اخلي بيتي هو اللي يغير ثقافتي. فانا قررت من اول فتره في الجواز، مش من اول يوم للامانه، لكن من اول فتره في الجواز، انه لا انا مش هينفع اعيش كتير بكل الحاجات حتى اللي انا عشت فيها سنين عمري ال 25 26 سنه اللي عشتهم قبل ما اتجوز ماجدولين. لازم يبقى في وقت اتغير فيه. كان في قرار انه يحصل تغيير من ثقافه، لكن ما كانش هيدوم لو ما كانش تاثير جاي من عند يسوع. كان هياخد شويه وقت ويروح، لكن يسوع هو اللي ثبته وخلاه يكمل. الشخص رح تتعب بس الروح القدس بس يتدخل. كتير حلو اللي عم تقولوه، لان في كتير مرات نسمع حجج، ما هيدا ثقافتنا وهول تقاليدنا وهيك ما بنحكي وما ما في بالايمان مع يسوع. ما في هيك، يسوع اجى وقلب كل التقاليد وقلب كل الميزانيات. فمثل ما قلت انا بدي اخلق، ما بدي جيب حياتي الخاصه وفوتها بالجواز واخصب مرتي فيها، بدنا نختلق او بدنا نخلق اثنيناتنا حياه مشتركه ونعيش ونكمل فيها. لان الايمان هو اللي بيغير التقليد، صح؟ مش التقليد هو اللي بيغير الايمان. طيب انا بدي اسالكم، انا كنت بعرف يسوع من انا وصغيره، بس كان ايماني شوي يمكن هيك خاف منه، خاف يقصصني، لهيك اعمل اشياء اوت اوف فير، يعني روح على الكنيسه اعمل اشياء الصح من ورا الخوف. ما كان عندي هالعلاقه الحلوه معه. مع الوقت ورب كثير استخدم رواتا يخليني استعمل تعبير اعشقه، كنت غار منه اقول واو كيف بيقدر يقول انا بعشقك يا رب ويحكي معه كانه هو صديق قريب. فهالشيء كثير هيك اثر فيي. ده مثل يا مريان لتغيير الثقافه. وغير لي حياتي وغير لي علاقتي معه. فبحب هيك اعرف عنك شوي ماجدالين، انت كيف كانت علاقتك معه؟ وين صار في هيك نقطه تحول بهالعلاقه؟ انا زي رواد كده، ما بيحكي حد بيقول لي مثلا مين يسوع، اقول له ده حبيبي، حبيب قلبي. يعني انا ده برضو ما كانش في ثقافتي ولا في تربيتي. انا تربيت في الكنيسه وكنت ملتزمه جدا، واهلي كانوا عشان كمان وجودي في معهد الباليه فكانوا خايفين عليا اكتر، فكنت اقرب للكنيسه. وربونا بمنتهى الحب ومنتهى العطاء بابايا ومامتي. بس ما كانش عندي انه يسوع ده ممكن يبقى صاحبي وحبيبي وبعشقه، لا. يعني ربنا جزء كبير بخاف منه زي ما قلتي، وكنت دايما بقول له لا في حاجه تانية، يعني انا مش عارفاها، يعني في حاجه ناقصه. وكنت حاسه مع الوقت في سن معين، طبعا بعد السن المراهقه بنحس انه لا احنا عايزين جديد، لازم تحصل حاجه مختلفه. الغريب ان انا قابلت يسوع بعد اكشلي ما قابلت عصام، وقال لي انه في مقابله شخصيه بتحصل مع يسوع. قلت له لا ده احنا من زمان انا في الكنيسه ما تقلقش يعني. قال لي لا في مقابله شخصيه بتحصل. ما كنتش فاهمه يعني ايه يحصل المقابله الشخصيه دي. وكنا طالعين مؤتمر، كنا في فريق الدراما، عندنا مسرحيه وكان مسرحيه للاطفال. وخلصنا المسرحيه وقاعدين احنا اللي رايحين نخدم الاطفال، فقد ايه ربنا بيبعتنا اماكن احنا نتخدم. ورحت وطلع حد بعد المسرحيه يقول ان احنا نبتدي نتكلم مع يسوع ونقابله مقابله شخصيه، ودلوقتي نقابل يسوع. ففجاه لقيت ربنا بيقول لي انت ما خدتيش الخطوه دي قبل كده. فقلت يا رب انا وانا صغيره معاك يعني. فاكتشفت انه لا ده انا لازم اقف واخد قرار ان انا اقابله بجد ويبقى صديق ليا. وقفت في مؤتمر، هو قال مين عايز يعمل كده يرفع ايده. وقفت وسط كل الاطفال، يمكن ده جزء كبير يعني او علاقتي بالاطفال، ان انا قابلت يسوع وانا كبيره طفله. حلو. وقلت له انا كمان عايزه اخد القرار مع الاطفال ان انا اقابل يسوع. ومن اليوم ده فهمت يعني ايه اصحاب انا ويسوع. من اليوم ده. رائع، شو حلو. طيب هلا هيك احكي شوي عن علاقتكم سوا. قد ايه عندكم نقاط مختلفه؟ حكينا انه الاختلاف حلو بيكمل الاثنين، وهل بتعدوا هذا الشيء زاد نقط القوه بزواجكم؟ والنقط المختلفه اللي بالاول خلقت هيك تحدي، كيف اشتغلتوا عليها وكيف حليتوها؟ هو مش سهل انك انت تتغير في الجواز. لو انا في شغلي انا بشوف اصحابي او الناس اللي انا بشتغل معاهم مثلا 8 ساعات في اليوم يا مريم، وبعدين بروح البيت اعمل بقى اللي انا عايزه، احط اللبس بتاعي في الصالون، اكل في البلكونه، اعمل اللي انا عايزه. لكن في الحقيقه في الجواز انت عايش 24 ساعه مع شخص، وانا قصدي 24 ساعه لانه طبيعه عمل ماجدولين مع عملي بيخلينا نقضي اوقات كتير في البيت سواء ونشتغل، حتى لو ماجدين بتحضر حاجه انا بحضر حاجه بنقعد نعملها في البيت مع بعض. فما كانش ينفع ان الماسك يفضل موجود، ما كانش ينفع ان القناع ده يفضل موجود على الوش كتير. يعني ايه قناع؟ يعني محاوله ان انت تبقى لذيذ اغلب الوقت. لا طبيعي جدا بيجي وقت تحصل فيه مشكله، وكان في البدايه في خلافات زي ما بقول لك. يعني حتى لو احنا كنا كسرنا حالة الاصطناع أو أنا كسرت حالة الاصطناع دي من بداية ما تعرفنا على بعض يا رواد قبل حتى ما نتجوز، لكن في البيت الوضع بيختلف تماما. أنت عايش مع حد وقت طويل قوي، فما
مع الوقت انا اللي اتعلمت ده من ماجدولين، انه خليك حقيقي حتى لو ده عمل حاجه غضبان اغضب، متضايق قول، ما تبقاش كابت وضغط على نفسك كتير. انا دايما كده يعني، دايما لما تحصل مشكله او كذا مش اول اختيار ليا اني اواجه، باخد شويه وقت يعني، يمكن تتحل لوحدها، افضل انها تتحل لوحدها. مع الوقت اتعلمت انه في فرق ما بين انك تواجه وفي فرق ما بين انك تستنى عليها لما تتحل. فانا اتغيرت كتير بعد الجواز في نقط زي كده، انه لا خليك طبيعي. وده فرق كتير معايا. فهمتي؟ لانه بيقولوا انه دايما كيف انا مثلا وقفت حدي وقتها كنت اغضب، لو قلبت طيب وحنون، بس مرات كنت اتصرف بغضب. خبرتها ليش؟ خبرتها قدي انا وكنت طفل كنت مجروح، وبحس حالي بس حدا شوي عم بيحكيني بطريقه هي ما بتزعق، هي بس يحكيني بطريقه مستفزه يمكن لو على الرايق، بحس حالي عم بختنق مع انه هي ما بتكون قاصده. فهمتني؟ انت فهمتي وبررتي براسك، لانه بعرف قدي انتم عميقين، بررتي براسك انه بأثر كيف انسان عايش بطفولته بيكون عنده هالامور ما بيقدر يواجه. حللت الامور، حكيتوا بين بعض بهالامور؟ بس طبعا مش في الاول، ما كانش في الاول سهله خالص. أوكي. لانه احنا في حاجات ما يعني زي ما حكيت لكم احنا كنا اصحاب قوي، بس بعد الجواز في حاجات جديده بتظهر يعني. بس مثل بسيط يعني، احنا ده جزء له علاقه بالثقافه كمان، ان متعودين ان الراجل لما بيتعصب والست بتسكت بيفضل يكمل يتعصب. فالمعروف انه افضلي ساكته افضلي ساكته هو هيهدى لوحده، بس مش دايما ده بيمشي، مش دايما ده بيظبط يعني. يعني اكتشفت انه لا، بالعكس اوقات لازم اقف واقول كفايه يعني. هنا لازم نوقف، اي يعني نوقف ما نتكلمش خالص، يعني نوقف اتليست ان احنا نزعق، لانه هنعدي ممكن نجرح بعض مع الوقت. فخلينا نوقف. سوري مجدود، في البدايه ده غلط يعني. في البدايه انا كنت بتحمق، بزعل، بعصب، انه يعني ايه انا اتعصب المفروض هي كده يعني برد يعني، بس انا برد عشان اوقف، مش برد عشان انا عايزه اشارع وخلاص. انا بس عايزه الموضوع يقف دلوقتي ونتكلم بعدين. عصام لانه عايز يتكلم دلوقتي في كل حاجه. فبعدين مع الوقت فهمنا بعض، هو بقى لوحده يفهم انه لا ده زاد شويه، خلاص بقت عامله زي نسب كده، زي ما بنعمل يعني مكون مع بعض، فهم ينفع اتكلم دلوقتي او ما ينفعش اتكلم دلوقتي. وده كان اختلاف، انه لما تحصل مشكله او اي كلاش ما، انا عايز اقعد اتكلم دلوقتي فيه عشان احله دلوقتي. مجدولين بتفضل اكتر ان هي تاخد وقتها وترتاح وبعدين نيجي نتكلم في الموضوع فيتحل، بس اديني مساحتي. فمع الوقت بدا يحصل خليط من انه فهمنا بعض بقى، ما بقيناش يعني في الاول في عنصر كده غريب قوي لازم يتحط على باب عتبه البيت قبل الجواز، اللي هو كرامه الشخص اللي بيتجوز. انا كرامتي من كرامتها مش العكس يعني، او قصدي اول والعكس كمان يعني. انا مش بدخل البيت وكرامتي اعلى من مراتي. احنا الاثنين دجنتي واحده، كرامه واحده مع بعض، فاحنا الاثنين بنقوم من بعض. في الاول انا كنت بتضايق لاني في الاخر راجل شرقي، ف لازم الاقي اللي انا اقوله مراتي تعمله. لكن مع الوقت الوضع ده اتغير، لان احنا فهمنا بعض، مش لانه بريح راسي ولا انه هي بتعمل اللي انا عايزه، لكن فهمنا بعض. انا كمان كنت بحكي يعني برد لسبب تاني، ان كنت بقول له اوكي انا ممكن اتحمل دلوقتي، بس ممكن نفس الحاجه اللي انت مضايقاك دي بعد سنه ما اقدرش استحملها وتعمل مشكله كبيره، فخلينا من بدري عشان ما تجيش بعد سنه تتفاجئ طول ما انت اوريدي ما كانتش مضايقاكي قبل كده. فانا اتليست قلت انه لا، الحاجه دي بتضايق والحاجه دي مش بتضايق. لا، الحلو بشخصية ماجدولين انه بتواجه. كمان عادة بنلاقي بالمجتمع الشرقي في العنصر النسائي شوي او السيدات شوي مكسورات يعني، ما بيشارعوا بيسكتوا. يمكن انت اللي ساعد كمان بالداينامكس او دينامية بيتكم هيك تزبط، هي انه انت كنت عم تواجه، ما كنت بس حدا هيك مثل كأن مش ما بدي اقول خاضع، بس ما كنت بتسكت بتتقبل الغلط اللي باخدينه من المجتمع الشرقي. فهيدا يمكن ساعد، لانه كمان في حاجه ما اعرفش دي بتحصل مع كابلز كتير ولا انتوا بتقابلوا ناس اكتر، انه وانس ما بنتجوز عايزين نعمل عكس كل حاجه شفناها في بيوتنا. اوكي في حاجات بتبقى غلط، بس مش كلها غلط. احنا رايحين نعمل العكس لمجرد ان احنا عانينا من حاجات شفناها بره كتير، مش بس في بيوتنا وبره كمان. لكن بعد وقت لما بنهدى بنكتشف انه لا، ما كانش للاخر الطريقه دي غلط، وكان ممكن اقبل الحاجه دي لما اتقالت لي يعني. مع الوقت اكتشفنا حاجات مع الوقت كثيره يعني. كثير حلو، كثير حلو. كنا كل الوقت بس كون عم بسمع هيك بعرف انه نحن قد ما نكبر في بقلبنا
عن جد طفل صغير ورح يضل يسوع هو الجاينت أنا بنظري، ودائما بقول له في صورة يعني هو الكبير، بقول له في صورة أنا وعم صلي بقول له بعرف ما بدي تترك لي إيدي بحياتي، أنا كتير صغير بحس حالي إنه أنا أعطيك أصبعي وأنت لقيت كل إيدي، ما بدي أتحرك بليك. ترنيمة كتير كتير عنيت لي، كتير بكتني بحياتي، مرة كنت بسافر 40 نهار على عمان، هي ترنيمة مصرية لأولاد صغار بصوت مارتي الملائكة، كنت نازل رايح على المطار، بلشت بلا ما تنتبه ترنم يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير، ودغري دغري في ساعات كتيرة بتخوف ونزلوا دموعي لأن كنت رايح على مجهول 40 نهار، وهيدي بتجسد عشق ليسوع. بليك ما بعرف أعمل شيء، بليك مني مبدع، بليك مني ذكي، بليك ما بعرف خس، حتى مرات بتطلع إنه أنا بصلي له وبشكره وقت أكون عم بنصح يعني عم صير أسمن وخس، بتعرف ماريان بقول له بشكرك لأن بقوتك أنا قدرت خسيت. يسوع كل شيء بحياتنا. خلونا نروح نسمع هالترنيمة الرائعة اللي جاية من مصر وبتباركنا كلنا. يا ربي أنت عارف، يا ربي أنت عارف إنني لسه صغير، في حاجات ساعات بتخوف وحاجات كتيرة بتحير، لكن انت وعدني زي ما كلامك بيقول انك تديني سلام يفضل بقلبي على طول. يا ربي انت عارف انني لسه صغير، في حاجات ساعات بتخوف وحاجات كتيرة بتحير، لكن انت وعدني زي ما كلامك بيقول انك تديني سلام يفضل بقلبي على طول، حتى لو الأرض تهزت تحتيا أنا عارف إني ملائكتك حواليا، مكتوب إن اسمي منقوش على كفاك ليل ونهار إنت عينك عليا. لكن من بعد يا ربي انت عارف بدي اذكر كل مشاهدين عم يجي اتصالات من مصر هلا، بدي اقول للكل انه فيكم تبعتوا فويس مسج عبر الواتساب اللي عم تشوفوا الرقم على الشاشه او مراسل شيء رسائل خطيه بنقريهم. حيلا سؤال لمقدولين وعصام، نحن ناطرينكم او تشجيع. طيب مقدولين، في ناس بتعبر عن محبتها ليسوع بالتسبيح، في ناس بالكتابه، يمكن بالشعر بالتمثيل، انت عندك طريقه خاصه عبرت فيها وعم بتعبر فيها ليسوع عن محبتك، رح نشوف لقطات من هالطريقه الحلوه الفريده من نوعها، بنرجع نحكي اكثر عنها.
من الآب. كليب رائع، رقصة رائعة جدا وبتأثر. خبرينا شوي عن هيدا اللي عامل الكليب هالقد، هو صوره بتليفون او هيك سمبل، بس ليك الكادرات شو حلو. مخرج المستقبل يا معلم. بس عايز اقول لك حاجه، انا ما بستعملش ايفون، سوري. انا بستعمل بلاك بيري. خلي بالك الحاجات دي كمان بلاك بيري. بس بلا اضاءه بلا شيء، بس فيري نايس. عن جد برافو. هيك بدي اعرف ايمتى قررتي تمزجي ما بين رقص الباليه اللي درستيه والتسبيح؟ شيء كثير حلو، بس كيف هيك اجاكي هيدا الدعوه وكيف حسيتي بهيدا الشيء؟ قبل اي حاجه، الرقصه اللي اتفرجنا عليها دلوقتي للموسيقي المميز جدا جدا استاذ مارسيل خليفه، لبناني العالمي في نفس الوقت، وفرق معايا كتير انه المقطوعه اسمها صلاه ماتيلدا، وهي وراها قصه كبيره جدا ما بين استاذ مارسيل وما بين امه ماتيلدا. وفرق معايا كتير قوي انه غير انها وراها قصه، انها كمان بتلمس الروح، انه اذا بنعمل فن احنا بنعمله بالروح وبنعمله بالقلب، فهي مكتوبه بالروح وبالقلب. ودي اكتر حاجه فرقت معايا في الرقص، انه انا قلبي اللي بيتحرك قبل جسمي، انه يعني زي ما انتوا بيحصل معاكم في الترنيم، هو تعبير عن حبي ليسوع. قلبي بيتحرك من كتر ما بحبه، فجسدي بيعبر، زي ما حتى لما بسجد ده التعبير عن حبي ليسوع بالسجود، فهي حركه كمان. الموضوع ما ابتداش من الاول طبعا، انا زي ما قلت لكم كنت في مدرسه باليه وبعدين رقصت في الاوبرا، وعمري ما تخيلت ان دي ممكن تكون دعوه على حياتي. ده شغل مش اكتر من كده. وأول ما بنسمع كلمة رقص، أول حاجة بتيجي على بالنا إنه حاجة من الاتنين، يا إما حاجة عيب، يا إما هو رقص بس بعيد عن ربنا. يعني خلي الرقص للرقص، ولما أروح فرح ممكن أرقص، ولما أقعد مع أصحابي ممكن أرقص، لكن أي حاجة لها علاقة بربنا يعني أو لها علاقة بالفن، نرسم نرنم بس ما نرقص. كانت دي أول حاجة على بالي، ومع إني برقص وأنا صغيرة، بس ما كنتش متحررة من الفكرة دي لأني متربية فيها. يعني يمكن يسهل عليا الموضوع شويه اني برقص باليه، فالباليه شويه ارقى وبيتقدم بشكل مختلف. لكن فضلت الصوره دي قدامي لحد سنين، يعني يمكن كنت عندي 30 31 سنه، يعني بعد وقت طويل من عمري، وحد كان بيصلي معايا وقال لي دي دعوه على حياتك. فقلت له يا رب معقوله انت ممكن تقبل رقصي ليك، يعني ممكن يمجد اسمك. فمن اللحظه دي وفهمت ان كل رقصه بعملها هي فعلا بتمجد يسوع. بس هي الفكرة إنه أنا قلبي بيتحرك إزاي، وأنا بشوف اللي بقدمه إزاي. ومن الوقت ده وبدأت حتى وأنا في تدريس الباليه، حتى البنات لازم يعرفوا إن اللي بيعملوا ده شيء قيم، مش بس حاجة بتعملوها وخلاص، إن ربنا بيحب ده وبيقدره أكيد وبيحترمه. كمان كلنا بنعرف قصة الملك داود اللي رقص قدام الرب من كترة فرحه لإله وتقديره لإله، وبنشوف انه زوجته ما فهمت وضحكت عليه. هل واجهك تحدي لان الناس مش معوده على هذا النوع من التعبير عن محبتنا للرب بالرقص؟ هو طبعا هو مش موجود قوي في مصر، يعني او مش موجود يمكن كتير لبنان. ويمكن في لبنان كمان قليل. يعني طبعا كتير الناس معذوره، لانه لما تقدم رقص تقدم بشكل مش دايما لائق. عشان نتكلم بصراحه، مش كل المرات اتقدم انه ينفع يتقدم ليسوع. او الناس بتحس انه هي الناس بتتحرك ليه. هو لازم يجي من جوه لبره، هو مش من بره من جوه. يعني هو مش انا بقرر ان انا ارقص، او انا بعرف ارقص كمان. ممكن اكون بعرف ارقص بس قلبي ما اتحركش، فالرقصه اللي هعملها تبقى انا اللي قررت اعملها. هو يعني هي رحله ولازم روح القدس هو اللي يحركنا. طيب عصام، اذا بنرجع للثقافه، شو هالقوة عندك انه بمصر زوجتك لو عم تعبر ليسوع بيروكي رائع وبهيك، كان صعب؟ لا، ما اجيك انتقاد؟ ما حدا اجى قال لك سوري منحب مقدولين بس ليش عم ترقص؟ ما عم نحكي حتى لموضوع يسوع، قبل موضوع يسوع هي الموضوع اصلا كله على بعضه مرفوض عندنا بالدول العربيه بالمجمل. بص يا رواد، لو ده كان جاي بشكل عام من الناس اللي بره كنت يمكن اقبله، بس في الحقيقه الرفض، اول رفض جه من الكنيسه. اول رفض للاسلوب ده جه من الكنيسه ومن اقرب الاصدقاء ليا جوه الكنيسه. مع الوقت الناس استوعبت وفهمت. هي ناس مش بتبقى فاهمه في الاول يا رواد. الناس مرات بتبقى حاسه انه زي ما ماجدين قالت كده، الرقص ما يركبش مع ربنا. يعني في الرقص وربنا دي حاجه ما تمشيش مع بعض. لكن لو الناس قرت وحطت الثقافه على جنب، الثقافه اللي هي زي ما في حاجات كتيره مهمه اللي بتشكل جزء كبير من شخصيه الانسان،
فيها كمان حاجات لازم نفكر فيها قبل ما نعملها. فأول لوم وأول إحساس بأن ده غلط جاي من جوه الكنيسة، لكن مع الوقت نفس الناس اللي جم اعترضوا في البداية لما فهموا وقدروا شافوا أنه دي حاجة كل الناس لازم تتعلم تعملها، أن هي تسبح ربنا من جوه لبره، وده بيغير حياتك كلها، بيخليك شخصية تانية خالص. الناس بتقدر لما تشوف حاجة حقيقية، يعني أوكي أوقات بيعترضوا كتير، لكن لو في أنا حاجة حقيقية واخداها فعلا من السماء هتوصل للناس. هيدا اللي كنت بدي أقوله، أنه إذا موجود الروح القدس مزبوط في الناس اللي عم يتفرجوا بحس بالروح الله، روح القدس فينا، هيدا الشيء رائع ومميز. في يكون زق رقصة تانية للرب بس روح القدس ما يكون مرتاح، حس في شيء ما أنه مزبوط بالموضوع. وبالنهاية هيك الكتاب المقدس كتير بيطلب من المؤمن أو المسبح يعبر بجسمه، ارفع أيادي طاهرة، فكله هيك منشوف آيات الرب حب نستمتع فيه ونعبر له بكل كياننا، سبحوا الرب بدفء ورقصن، أنه عم نعبر بجسدنا لأرض. يعني الكتاب قال عن مريم النبية أول ما عدوا البحر أول حاجة عملتها رقصت. الكتاب قال مريم النبية، متخيلين قد إيه هو يعني مش كلمة عادية، يعني هو عايز يقول إن نبية رقصت زي ملك، يعني هو لما قال ملك رقص ونبية رقصت 100%. قبل ما ننتقل لعصام نسأله سؤال اليوم لأنه السؤال يمكن مش واضح محضرين له، بس الأشخاص وين فيهم يلاقوك إذا في بنات كتير حابة تروح تتعلم معك، لأن أنت بتعلمي بمدارس وهيك، بركة هيك شيء سريع كيف بيقدروا يلاقوك؟ عبر فيسبوك؟ ممكن لاقوني على الفيسبوك، اسمي مجدولين نادر على الفيسبوك. أوكي. وممكن كمان النهارده بعد البرنامج يعني هنزل معاكم اكيد تاج لاسمي، ويبعتوا لي مسجز ونتواصل مع بعض. Perfect. اكيد Perfect. اكيد احلى. عصام عم نحكي عن الخدمه والخدام ولا بس انا عايز احط نفسي في الكلاسات دي؟ لا انت هتاخد برايفت في البيت، يعني انا بعرف مفيش 13 سنه مش عارف اعمل برايفت، صدقوني بتحايل عليه من زمان. برايفت كلاسز انا بقول له بس هو مش عايز. يا رواد كل يوم الصبح ما بتتمرن حتى في البيت، يعني بتتمرن في الاستوديو بتتمرن في البيت مره من 3 4 سنين هم ربع ساعه، هو اقل من ربع ساعه 5 دقائق كانوا ده حتى ده له امباكت اقل شيء يعني. قلت له احنا بنسخن يا عصام، قال لي لا انا بنهج. خلص خلي هالشغله لمرتك الوحيده، الشغله اللي سوا فيها حركت. عايز تنتقل لسؤال؟ اتفضل. انتقل لسؤال. ليك زدتني على الراس ما بوقف روسي. ايوه هو اقوى مني. اذا بدنا نروح على الخدام، لاحظت انه كثير خدام اجوا من مصر من الاردن من لبنان كمان، بيقولوا انه بصراحه بس تحت الهوى مش على الهوى ما بنقدر نخبر عن ضعفاتنا، صعب كتير كخادم للرب خوري، اي شو بيقولوا خوري بمصر او ابونا لازم دائما بمصر بالاردن وين ما كان يفرج الخادم نقطه القوه بس مش نقطه الضعف، مع انه هو منه الله. ما بعرف كيف الناس فهمانه انه الخادم لازم يكون ولا غلطه، اوكي، مع انه نحن بحاجه لنقطه دم يسوع كل يوم ولرحمه يسوع، لان نحن ناس منا لا يسوع ولا الله. هل انتم قادرين تعبروا كناس بمصر بين اصدقائكم او كخدام، بالنهايه انتم خدام، على نقاط ضعفكم، او صعبه في ليمت في حدود بالامور هدول؟ اعتقد لما يكون في مساحه صداقه ما بين ناس هتقدر ضعفك قبل ما تقدر قوتك، ساعتها الحكي عن المشكلة أو الضعف ده بيقويك حتى لو أنت بتحكي عن ضعفك. فمحدش فينا ضد أن هو يحكي عن ضعفاته أو يتكلم عن الحاجات اللي بتضايقه أو المشاكل اللي بيواجهها، لازم نكون صراحة مع بعض. أمال الناس في حياة بعض ليه؟ لازم تكون الناس في حياة بعض عشان تشد بعض وترفع بعض. لكن على الناحية التانية رواد، للأسف الشديد مش دايما بتلاقي القلب اللي قادر يستوعب، بتلاقي الودن اللي بتسمع والعين اللي بتشوف، بس أنت محتاج تلاقي القلب اللي يستوعب، لأنه الحديد بالحديد يحدد. أنا لما أجي أحكي لرواد، أحكي لمجدولين، أحكي من قلبي، تقدر أنا أتغير. لكن لو أنا حكيت حاجة أو الحاجة دي اتحركت لهنا وهنا وكذا حد سمع، مش هي دي طريقة ربنا. ربنا بيستر العيب، وإحنا لازم نتعلم إزاي نستر عيوب بعض، نحكيها، لكن زي ما بقولك محتاج قلب، وإنت برنامجك اسمه من القلب للقلب. مظبوط. فأنا محتاج أحكي من القلب للقلب علشان يستوعب وأنا أتغير. للأسف هذه الشغلة مزبوط فقدناها كتير، يعني صرنا يمكن أنا يمكن كنت مثلك ما بحب شارك أبداً، لأن أنه بفكر أنه يمكن ما بده هالخصوصيات، ما حدا لازم يعرفها بيستحق. بس بتذكر غيرني رواد بشغلة، قال لي أول شيء اللي بده يأذينا كأنه عم يدق بحدقة عين الرب،
هو رح يدافع عنها. هذا كتير فرقت معي أنا. مزبوط أنا بده يجي يحكي بالضعف اللي أنا مرقت فيه تمجد الرب، مش تحت لي هيك شوف أنه أنا ضعيفة. ما حدا بيفتخر بضعفه. الرب بدافع عنه، هذا أول شغلة. وتاني شغلة أنه أنا بدي شارك، ولو يمكن الناس رح يقولوا يي ولو ماريان هيك بيصير معه، لأن هدفي بدي حرر غيره. وبعرف أنه الشيطان هدفه يخلي الأشياء مخبية بالظلمة وبينقهر بس حتى بالنور، تحت الناس اللي عم تسمع وكلهم قاطعين فيها. بقول الكتاب المقدس الكل مرقوا بنفس التجارب. صحيح. فمش أنا واحدة، ومش العيب أنا واحدة، لما شارك الناس رح تتحرر. طب أنا بس أطلع فيكم وهي بالصدق قدام الرب، كتير بشوف أنه أنتوا لازم تكونوا مؤثرين ككابل، لأنه نحن قاعدين معكم منحس بفرح، منحس بسلطان، بقوة، بصدق. ما بتحسوا أنه كمان علينا 12 تلميذ بالروح القدس وصلوا كلمة الرب للعالم؟ ما فينا نضل نقول مش موجود. ما بتحسوا؟ أنا مثلا كتير هيك بقول لناس هالقد مثلكن عندهم قوة بالروح القدس وبالرب، ما بتحسوا أنه لازم تبلشوا خطوة خطوة تتطلعوا بكابل بتلاقوه شوي كويس، تبلشوا بخطوة تقولوا تفتحوا؟ نحنا كتير أخذ وقت بلبنان، لأنه ما تفكر أنه بلبنان في انفتاح أكتر، في أنه الشيطان قايل لكل كابل بيكون عنده مشاكل الدنيا بيقول لك الكابل انتم مؤمنين وخلص، بس يجوا اصدقائكم قعدوا هيك بالرياحه وهيك. كان الرب نصلي ويعطينا قوه ونحكي عن حياتنا الشخصيه عقد ما الرب بده. اوكي، نبلش بضعف صغير مرقنا فيه ونمجد اسم الرب شو عمل معنا. دغري نشوف في قناعات عم توقع بوجنا، عم توقع، عم ببلش حدا من الاثنين. هيدا ما بتحسوا انه انتم يعني مش خطوه حلوه تعملوا انتم تبلشوا تقولوا شيء صغير عن حياتكم؟ ما ضروري نحكي الكبير، لا، بس ما بتحسوا انه قادرين تغيروا بخطوه؟ هو سر قياده روح القدس هو اللي بيديك ايه تقوله وامتى تقوله ولمين تقوله. اوكي. واعتقد انه لما بنحس بحاجه عم تعملوها يا رواد، اكيد حتى لو الحاجه دي للناس الطبيعيه بيحسوا ان هي ازاي تحكي، مش المفروض تتكلم في حاجه زي كده، دي حاجه ما حدش يقولها. بالعكس، زي ما قالت مريان، ما ينفعش نخبي كل شيء. طيب انتوا خبوا واحنا نخبي، وخلي حياتنا من جوه تبقى بركة سيئة جدا، ومن بره قدام الناس شكلها جميل، بس مع الوقت كل الأقنعة هتسقط. فأنا بعتقد السر إنه السماع لقيادة روح القدس، مع مين وفين وإمتى، ده بيغير كل شيء. ونصلي الرب يحط قدامنا وبحياتنا هيك ناس حقيقية مثلنا، يقدرونا ويحبونا محبة حقيقية. صح. لأن بالنهاية بحاجة لبعضنا وبحاجة لهالعلاقات لهالصداقات. أنا بعتبرها هدية من الرب. الرب كان عنده 12 صديق مقرب، قد ايه بحب الصداقه، وعنده كان يوحنا الحبيب اللي نام على صدره. فاذا عن جد خلينا نستمتع بهالهدايا العظيمه ونحافظ عليهم. مثل ما قلت، لما نستلم سر صديقنا نحافظ عليهم هيك، نمسكه بايدين مقدسه. بدي اوصل هيك اخر شيء اللي انت قلتيه وحبيته كثير ماريان لكل الناس اللي عم يسمعوا باردن مصر وين ما كان. صرنا تقريبا مع بعض يعني 11 سنه، بس 7 سنين مزوجين. صلينا كثير، فتنا بهيدي الامور وبلشنا على السوشيال ميديا ما نخبر شخص، نخبر اشخاص عن امور كثير. الإدمان على الأمور الإباحية، لو كنت أنا مؤمن وقتها فت فيها، وأنا أشاط كيف ماريان وقفت حدي وقتها، كنت أنا قلبي طيب بس أغضب، كيف ماريان فهمتني. أكيد في أمور أنا فهمتك بس هلأ ما عم بتذكرها. بقى بدي أقلكم شغلة بس نصيحة، إذا مزبوط بتآمنوا بقوة يسوع المسيح وبغطاء دمه وهو بغطينا بجوانحه، بليز ما نقولها كلام نفعله، إنه وقتها بدك تحرر شخص آخر تطلع بكابل وتلاقي في شيء محزنهم، خبر عن نفسك وقول يا رب أنا رح غسل لهم إجريهم، رح خبر عن نفسي وإنت بتكمل. وإذا جربوا يأذوني بظهري يا رب أنا مآمن باسمك العظيم بيوقف كل آلة صورت ضدنا لن تنجح. نحن منشهد إنه صرنا سنين نحكي عن أمور، نقعد مع كابل منكون مصالين قبل، منقول له يا رب بس نقعد مع كابل اعطينا أمور هيك نساعد بعض فيها. صلنا 7 سنين ولا مرة قدر حدا يطعننا بسكين بظهرنا، لأنه إلهنا حمينا. أنا تشجيع عن جد لمصر، لأنه مصر فيها بركات جنون بترانيمة بالخدام تبعها. أنا نصيحة لحدا عم يسمع اليوم كابل بمصر، ومنهم مجدولين وعصام لأنه رائعين، بليز بلشوا خدوا خطوات، صلوا وقول يا رب مين بدك اليوم خبره شغلة صغيرة عن حياتي أنا ومرتي تنفرجي عظمتك بحياتنا وهو يتحرر، بركي عنده شيء لنا إياه. انت قلتها دلوقتي وحاسه انه سر في كل اللي انت قلته، ان الضعف ده هو سر قوتكم. يعني احنا بقينا اقوياء بالضعف اللي بنحكيه 100%. فهي ده بقى سر قوتكم دلوقتي، من انتوا اللي بتحكوه وعارفين روح قدس بيقودكم تقولوا ازاي وامتى. بقى هو ده اللي مخليكم فعلا شخص صلب
واقف على أرض صلبة وعارف بيقول إزاي. 100%. عصام اللي ما بيعرفك أنا بس حب أحكي عنك، الرب عطيك دماغ، عطيك ثقافة مرهفة، بس يقعد عصام معي يحكي يعني انصدمت. يعني برنامج أولاد صغار هو شيء كتير تامين، لأن أهم شيء الجيل اللي بده يكبر. وصل له عصام من خلال الرب والروح القدس اللي فيه رسائل كتير لصغار، بس عصام عنده كتير إشياء يعطيها، عنده دسم، عنده عمق. واللي لاحظ اليوم من كام جملة عم يحكيها قديه هو إنسان عميق وبيحبك الأمور بصدق، مش بس تيحكي. عمل برنامج رائع، إنتاج لايت هاوس، لايت هاوس. بس يعني أنا اليوم كنت عم بسمع شو في بقلب البرنامج، وأنا محمس أحضر البرنامج أنا وياك. بس رح يطلع، ما بنعرف هلأ وين رح يطلع، بس الرب محضر له أكيد طريق رائع. رح نشوف مقتطفات من البرنامج، بس حابب تحكيني بعض المقتطفات الحلوة والعميقة بهذا البرنامج. رح نشوف. لا يزال بعض الناس يؤمنون وبقوة في تقسيم الأراضي على أسس عرقية. كان هناك معبدان لليهود، كنت أصلي معهم. كان الاختلاط محظوراً حتى في المدارس والشواطئ. أفضل طريقة لمعاملة عدوك هو أن تجعل منه صديقاً لك. لمدة 28 عاماً كنت أعيش هنا. ما الحكومة في ذلك الوقت فقد كانت منشغلة بتطبيق قوانين الفصل العنصري. أربعين ثانية ما بتعطي شيء، وهيدي برومو جداً بسيطة أول مرة عم شوفها، بس حابين نحكي عن الموضوع ولو بتلخيص بس بعمقه اللي نحن حكينا فيه. كنائس وبلدان هو شيء عشق لإلك، أنت قد تحضر له وتكتب له، عقدي أخذ وقت، وشو موضوعه لهالقد أنا جذبني نحن عم نحكي اليوم؟ رواد أشكرك الأول على الكلام الكبير اللي بتقوله، أنت بتقول كلام كبير جداً. كنائس وبلدان هو برنامج وثائقي من إنتاج لايت هاوس AW. البرنامج ده هو برنامج بيفرج الناس عن الصعوبات والصراعات الحقيقية اللي عاشتها مجموعات مسيحية في بلاد كتيرة في العالم، وإزاي قدروا إن هم يغيروا رغم الصراع ورغم الضغط اللي كانوا عايشين فيه فكرهم وفكر الناس أو البلد اللي هم كانوا موجودين فيها. حلو. البرنامج فكرة الدكتورة مادة بور، روي أبو خليل الإخراج، مدير مشروع جوني جالك. أنا بكتب الحلقات وبقدمها وبعمل السيناريو وكمان الستوري لاين. البرنامج ده تصور الجزء الأول منه في 5 بلاد، في جنوب أفريقيا، في أرمينيا، في البرازيل، في أوغندا ورواندا. وهو بيركز في كل بلد على الصراع اللي عاشته أقلية معينة. البرومو اللي احنا شفناه دلوقتي هو بيتكلم عن جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا في زمن من بداية السنة 48 لغاية التسعينيات من القرن اللي فات كان عليها موضوع الأبارتهايد أو الفصل العنصري. فإزاي وقفت الكنيسة وإزاي وقفت الجماعة المسيحيين في البلد دي وإزاي قدروا يغيروا؟ النموذجين اللي احنا شفناهم دول 2 موجودين في الميوزيوم اللي كانوا بيتكلموا فيه اسمه ديستريكت 6 ميوزيوم. المنطقة دي بالكامل اتهدمت. الاثنين دول في واحد منهم مسلم واحد منهم مسيحي، والاثنين بيحكوا على صداقتهم اللي ما تغيرتش طول السنين اللي فاتت. واو. رغم الهدم اللي حصل بيوتهم، تهدمت البيت لكن العلاقة فضلت زي ما هي. كنائس بلدان بياخد المتفرج في رحلة طويلة جدا عشان يشوف انه جسد المسيح او حتى كنيسته الموجودة في الشرق الاوسط اللي تبان ضدها اضطهاد وصراعات، ودي حقيقة في الواقع، ازاي انه في كنائس تانية في العالم كله بيحصل لها صراعات اكتر من كده لكن قادرة تقف وتغير وتواجه. واو. لكن نحن بدنا ننطر هيدا الدوكيومنتري اذا بدنا، او الجيرني هيك اللي انت رحت فيها. وانا بقول لكم انه في امور حكي هلا امور كتير مبسطه، بس في عمق وامور واشخاص التقى فيها وحضر معهم وضل على سنتين يحضر ويتصل. شيء رائع. بكره اكيد بنبقى بنقول لكم امتين وكيف يحضروا. رح نروح للاسف اليوم واتساب عم بيقولوا لي انه عم يجي اس ام اس، بس واتساب ما بعرف ليه عندنا مشكله، ما عم يمشي عندنا مشكله. في ناطرين بعد واتسابيتكم، او بركي اجا واتسابيتكم اليوم. اوكي. ناطرين واتسابيتكم او اتصالاتكم، وخلينا نشوف اذا زبط الواتساب شو بتربحوا معنا اليوم. بي
بكل حلقة شخصين رح يربحوا معنا قسيمة شرائية تقدمة آيات ليختاروا من بين مجموعة كبيرة من الهدايا. مش بس هيك، رح تربحوا معنا سي دي بعنوان أكتب قصة ملك لرواد ماريان. ألف مبروك، ناطرين مشاركتكم. لكن إذا هيك عبر اتصالاتكم رح يكون في شخصين رح يربحوا معنا هول الهدايا. بدي كمان أرجع اليوم أذكر إنه المخرج معنا جوني جارخ، بنوجه له تحية، اللي هو كتير كأنه هو عصام إخوة، سنين من الصداقة والأخوة. صحيح. كيف ثاقبت اليوم إنه المخرج كلود منه هون اللي هو مثل خيي، وانبسطت إنه هو جوني معنا. شو رأيكم القعدة الحلوة الرايقة بين ماكدولين وماريان على مريتي يا مريتي؟ يا مرايتي رح نسمع حكايتك يا ماجدالين. لما تطلعي على المراية شو بتحسي بشخصيتك في نقطة قوة بتتميزي فيها؟ بتقولي نقطة قوتي هي؟ يمكن بحس شوية إنه من الخبرة في الحياة عندي بقدر أقرأ الناس، أفهم الناس بسرعة. مش دايما بتزبط بس أغلب الوقت. هل بتقريون بتقري الشيء السلبي اللي فيهم او الايجابي اولا؟ طبعا اكيد الاثنين، بس ده بيسهل عليا شويه التعامل مع الناس. اوكي. لما تطلعي بمرايتك شو في شيء بشخصيتك بتحبي يتحسن فيك؟ يمكن التسرع، يعني بحتاج ان استنى شويه في رد فعلي. اوكي. لما تطلعي بمرايه الماضي مين في شخص ما قدرت تعبري له يمكن عن محبتك او تعتذري منه غير زوجك؟ مين هو هالشخص وشو بتحبي تقولي له؟ طيب كويس انك قلتي شخص. طبعا ماما عارفه انا بحبها قد ايه، يمكن من غير حتى ما اعبر، يعني هي اعظم ام في الدنيا. بس يمكن بابا مش كتير عرفت اعبر له عن حبي يعني، فانا احب النهارده يعني اقول له انا بحبك قوي وانت حنين جدا. واو. كنت عندك ذكريات معه بطفولتك هيك شفت فيها حنيته؟ في كل طول الوقت، بس يمكن ما كنتش بعرف اعبر، عشان كده قلت هلا فرصه النهارده اعمل كده. حلو كثير. ماجدالين لما تطلع بمرايه المستقبل شو في شيء امنيه بتحب تحصل بحياتك انت وزوجك؟ عارفه يا مريان، دايما صلاتي كل يوم ان يا رب انا عايزه اعمل مشيئتك، يعني نفسي افضل ماشيه على الخط اللي انت عايزني امشي عليه، وده هيفرح قلبي. بس كمان من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها الوقت اللي فات انه انا كمان عايزك تبقي مبسوطه، عايزك اللي انا يعني في بقيه صلاتي انه تبقى مشيئتي ومشيئتك واحد. حلو كتير. فنمشي مع بعض. حلو كتير. دي الحاجه فعلا بصليها كل يوم. ماجدالين قدام كل الناس اللي عم يحضروك اليوم، لما تطلع بمرايتك وتشوفي زوجك عصام، كل المسيرة اللي عشتوها سوا بالأيام الحلوة والأيام الصعبة يمكن، شو بتحب تقولي له قدام كل الناس؟ عايزة أقول له شكراً إنك حبيتني بجد ومكمل تحبيني لدلوقتي. واو. الله يخليكم لبعض ويكبر هذا الحب دايماً. Thank you. Thank you ماجدالين. Thank you. أنا ما نعرفك هالقد حساس، أنا بعرف، بس خلصت أصلاً. أنت شايفة عيونه؟ يا حبيبي. طلع عيونه.
ايه هو انا كنت تايه ولا انا كويس؟ هو انا اللي كنت تايهه. ما لا انا بحسه حساس بس بخبي بحس مشاعره 100%. بسرعه ما بتصدق كيف قال اوف، لان كان كثير مأثر. شو بتقول انت مرات اذا الناس، نحن انا بحب المرايه لو هي للبنات بس انا بنبسط اطلع بحالي على المرايه. انا ده الغريب، انا ما بقعدش قدام المرايه، عشان كده كنت قاعده مش عارفه ابص للمرايه ولا ابص لمريان. بس قصدي هيك نقعد مع نفسنا اذا بدك. شو بتقول هيك قدام كل الناس لماكدولين اللي هي عبرت لك؟ ماكدولين علمتني كتير وهي عارفه، وهي اكتر من زوجه. الزوجه كلمه كبيره قوي، الزوجه هي النص التاني، ماكدولين هي كلي مش بس نص. حلو. مرات كتير بعرف انت بتعرفي حب عصام وشايف بعيونك كمان في هيك شيء صغير عم ينزل، بس الشيطان بلا ما ننتبه خلينا مرات ما نعبر لبعض، مش بس كمزوجين كأصحاب. يعني علمنا نسكت، علمنا نقول مثلا عصام هالقد عميق وعنده دماغ وعنده قلب. انا ما بسمع له للشيطان بدعسه تحت اجري باسم يسوع. ما بسمح لنفسي اذا شفت خيي هالقد عنده قوه نقطة قوة اسكت، بدي اقول له برافو كمل. علمنا مرات، علمنا يعني هو خبيث فتح علينا يقول لا ما تقول لهالشخص هيك، ما تقول لزوجتك هيك، لأنه يمكن هالشخص ما يصدقك. أنا ما بيهمني إذا روح القدس جواتي عم بيقول لي، حاسس أنا إنه هيك بدي أقول، بيقول لي روح القدس، روح أعطيه عطف ومحبة وتشجيع لخيك. بقى بدي أقول إنه ما أروع هيدي الجملة أنت بتعرفيها، يمكن ما قيلها بهالطريقة بس حسي بحبه إليك، بس ما أروع هيك قدام الكون ندعس الشيطان ونقول زوجتي أنا وياها واحد بيسوع، هيك اللي قاله عصام. بقى thank you guys على هيدا الوقت الرائع. في شيء هلأ ناس بدها تعبر لكم لإله، خلينا نشوف بما أنه مبسوط بدموعك أنا وياك بنحب هذا الشيء ويتنا، خلينا نشوف مين بده يقول لك إشياء حلوة لإلك من القلب للقلب. عصام ناجي، انت واحد من الناس اللي انا بحبهم جدا جدا، انت عارف ان انت قريب جدا من قلبي، ورغم ان احنا بعاد عن بعض بقالنا فتره كبيره، لكن دايما لما بفكر في مصر بفتكرك على طول، وفي ذكريات كتير قوي قوي حلوه بينا. اولا كل سنه وانت طيب، ثانيا انت وحشني جدا، ثالثا انا نفسي اشوفك وبتمنى ان انت كل امورك تبقى حلوة وفيها بركة. عايز اقول لك ماما مبسوط جدا ان انا وانت اصحاب، بتعلم منك كتير قوي انت وماكدولين، من طريقة حياتكم مع ربنا وطريقة حياتكم ازاي انتوا بتسافروا مخصوص ساعدوا ناس، ورؤيتكم للحياة عاملة ازاي، والاكسبيرينس اللي انتوا بتطلعوا بيها. مبسوط جدا ان انت في حياتنا، واحب ان انا اكون بتعلم منك اكتر. عايز اشكرك قوي وعايز اشكر ربنا عليك قوي. عصام مش بس اخويا، لا عصام اكتر من صاحبي، وعايز اشكر ربنا على النعمة دي ان انا ليا اخ زي عصام. يعني اي هوب ان انا اكون وصلت يعني للي انت كنت حابب ان انت تشوف اخوك فيه. فبس انا مبسوط قوي ان عصام يعني بركة في حياتي، وماكدولين نفس القصة برضو طبعا. فبس بشكر يسوع قوي، ويعني دايما احب اشوف ان عصام يشوفني في احسن صوره. يعني عصام وماكدولين، يعني نحن حاسين بالامتياز انه نحكي عنكم اليوم ببرنامج من القلب للقلب. يعني شو بدي احكي عنكم، انتم صارت علاقتنا فيكم اكثر من اخوه، اكثر من احباب، اكثر من اصدقاء. صارت محبتنا ومحبتكم لنا صارت بالعمق من جوا. انا اصلا حبيتكم قبل ما اقابلكم، من قد ما جوني بيحكي لي عنكم كان، بس لما قابلتكم اتفاجأت بكميه الحب الموجوده بقلبكم تجاه كل الناس. عن جد يعني انتم كنتوا بركه لنا بكثير مطارح، كثير اوقات بنحبكم كثير، بنستنى الوقت اللي بدكم تجوا فيه على لبنان لنكون معكم، لانه معكم بنحس حالنا مرتاحين احلى الاوقات. يا بنحبكم كثير كثير كثير، حب وكل الحب. يا بامو I love you so so much، أكتر صاحب أنا بحبك، وأنا بحبك أوي 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 أوي، وبحبك أوي أوي أوي، وأنا
مبسوط اللي انا شفتك واتصاحبت عليك. ايه رايك في المفاجاه؟ مش عارف اقول ايه يعني. رفيق ده صديقي من زمان، هو مهاجر في كندا بقاله فتره طويله قوي، احنا كتبنا مع بعض وخدبنا سوا سنين طويله في الدراما، كتبنا احلى مسرحيات سوا. سيف تاني شخص اتكلم، اخ عزيز عليا جدا، سامح اخويا، ثانك يو يا ماجدو. واخيرا جوني ودارين، ما اقدرش لو اتكلمت فيهم حقهم لانه هم اكتر من اخوات. وروني، روني هو ابن اخت ماجدولين، روني عنده 7 سنين. روني في برنامج ليش هيك على الهواء بعد ولادته ب4 ساعات كانت صورته موجودة في البرنامج. حبيبي هو كان أصغر طفل صورته تبقى موجودة في البرنامج. روني أنا أبوه روحي في المعمودية. وأنا وهو بتجمعنا علاقة عجيبة من نوع خاص جدا. ماجدولين ثانك يو قوي. بس تنقول إنه ماجدولين عملت سوربرايز، نحن دايما بنطلب من الشخص الآخر يشوف مين الأشخاص اللي هو بحبهم بس بلا ما يعرف. خيك عنالي قدي بهمه رأيك، يعني كان عم بيقول هل قد أنت مأثر فيه وبهمه رأيك، مظبوط؟ الظاهر كده عشان هو كبير كمان. أوكي. بهيدي الفقرة دايماً كمان نرجع منقول شيطان بنداس، لأنه منشوف يسوع كيف بيشوفنا من خلال الناس، كل واحد منهم بيشوف هالقد فيكم جمال نيناتكم. مرات نحن منركز على ضعفاتنا والاشياء اللي ناقصه فينا او تقصيراتنا تجاه الناس اللي بنحبهم، بس هيك الرب بيبقى عم بيقول لنا انا هيك بشوفكم مميزين وما بشوف ولا عيب فيكم. هلا بدي اشوف شو بدهم يقولوا عنك من القلب للقلب. مستنيه المفاجاه. ماجدولين احنا ما نعرفش بعض من وقت كتير، بس في الوقت القليل اللي عرفنا فيه بعض بقيتي من اقرب الناس ليا. اكتر حاجه بحبها فيكي ان انت عايشه حياتك على الحاجات اللي انت فعلا مؤمنه بيها وبتطبقيها في حياتك. اتعلمت منك حاجات كتير جدا. اكتر حاجات كمان بحبها فيكي ان الباشن اللي عندك لربنا وللحياه عامه وللخدمه is very real and very genuine. انت شاطره في كل حاجه، بتعلم منك حاجات كتير قوي. بقدر اجيلك اي وقت، بقدر احكي لك اي حاجه، عمرك ما بتحكمي عليا، دايما بتسمعي ودايما بتقفي جنبي سواء برأيك او بالصلاة. مبسوطة جدا في علاقتنا مع بعض، بنقدر نتكلم في كل حاجة سيريس وبنقدر نضحك وننبسط كمان. واي هوب ان الوقت الجاي حياتك تبقى فيها حاجات احلى واحلى وصداقتنا تكمل اكتر واكتر. علاقتي بماجدولين عبارة عن ماجنت عمال يشد لغاية ما بقت علاقة قريبة قوي وعميقة قوي. ماجدولين حد عنده القدرة ان هو يدي طاقة ايجابية للناس كلها ويحتوي الناس. هي حد بيعرف يعمل كل حاجة بجد، الشغل بجد، الضحك بجد، الصلاة بجد. هي حد من البراير ووريرز بتوعي، وأنا مسمياها دايماً my friend from God. أوه، مع أني سألت إنجي قالت لي لا عصام ما طلبش مني فيديوز. اسمك جين سألتني أنت عملت إيه؟ انت عملت ايه؟ فانا قلت لها انا يهمني الكواليتي. فماجدولين عزيز عليها جدا، هو اختار الكواليتي فعلا. في دموع بعيونك دايما بالتي في ما بيبينوا، هي محبتك لهم. شو حابه تقولي لهم؟ انجي احنا مش اصحاب من زمان، يعني مش هتصدقوا احنا بقالنا يمكن سنه. حكيت لكم عن انجي قبل كده، تعرفنا هي سايكولوجيست. وتعرفنا بطريقه لذيذه جدا، يعني بعتت لي مسج، احنا اخوها هو سيف اللي كان في الفيديو صديقنا، ومسج بسيطه انه نتقابل. ومن الوقت ده وحاجه غريبه سكه مشينا مع بعض من اول يوم كاننا متربيين مع بعض. وفعلا انا بقعد مع انجي كان زي ما كنا قدام المرايه دلوقتي. فعلا يعني احنا الاثنين بنفتح قلبنا، واحنا الاثنين على راحتنا. لما كنت بتحكوا من شويه عن الصديق اللي تقدروا تحكوا له، انا زمان كان عندي مشكله انه الصديق اللي احكي له مش عايزه اشوف في عينيه اللي انا حكيته بعد كده. انا عمري ما حسيت ده مع انجي، يعني دايما كاننا بننسى في نفس اللحظه اللي بنحكي فيها. وكمان بنصلي لبعض وكمان بنفيد بعض. نادين يعني هي كانت كلمت عن الفن، احلى حاجه في نادين انه فعلا بنقضي الوقت الجد مع بعض والوقت الفن مع بعض. يعني نادين اصلا شخصيه لذيذه جدا وغالي على قلبي جدا جدا. والنهارده قالت لي ايه ده، ما اعرفش ان انت عندك برنامج، ده الغريب. لما اشوفها يعني اصحاب يعني قالت لي ايه ده، انت سافرتي عندك برنامج؟
قلت لها انا قلت لك، قالت لي نسيت خالص. نادين غاليه على قلبي جدا، وبرده نادين مش اصحاب من زمان، يمكن قبل انيش بشويه صغيرين، بس كتير قريبين، ولو قعدنا وقت ما نتقابلش اول ما نتقابل كنا مع بعض امبارح. الحلقه سريعه جنون، بعد في دقيقتين. بسرعه. واو، انا ماني مصدق، بس بدي اسال سؤال على السريع بجمله. مرقتوا بتحديات بحياتكم؟ هل كان في اختبار على السريع جملتين مع يسوع او كتار هن بس واحد؟ اللي بفتكره انه كان جالنا وقت شغلنا احنا الاثنين في وقت معين ما بقاش فيه شغل، وكان علينا حاجات كتير لازم تدفع للبنك، كان في لون كبير في الوقت ده بالذات، واحنا الاثنين تقريبا ما كناش بنشتغل. ربنا مد ايده ودفعت كل حاجه في الوقت اللي انت ما كنتش تتخيل فيه ابدا. واو. انه في الوقت اللي ما فيش مصدر دخل ده اللي حصل وتسددت كل حاجه. شو هيك حيالله رساله اخر ثانيه للاشخاص اللي عم يحضروا ما بيعرفوا مين يسوع، او عم هيك مبهورين بحياتكم كيف بحبكم وعم بيقولوا هل هذا الشيء هيك حقيقه فينا نحن كمان نعيشه، شو بتنصحون شو بتقولوا لهم؟ يسوع فعلا اعظم صديق، يعني أكتر حد ممكن تتكلموا معاه، أكتر حد تقدروا تبقوا على راحتكم معاه، يعني هو حبيب وصديق وفعلا يعني دايما منتظر بس إن إحنا نيجي عشان يفرح قلبنا. يعني ما بيشوفش أي عيب فيا، يعني أكتر حاجة بتفرق معايا مع يسوع إن أنا أكتر حد بحكي له كل حاجة. فعلا، وهو بس نطلب مثل ما قلت، بس نطلب منه اسأله طاعته يفوت على حياتنا ويغيرنا، هو قادر يعمل المعجزات ويفرح حياتنا الزوجية ويطلع أجمل ما فيها لبرا، وهيك بتكون عم بتشع مثل ما اليوم عم نشوف هذا الشيء ظاهر واضح عمل يسوع بحياتكم. فإذا في أمل، يسوع حقيقي، يسوع موجود، بس ناطر منا ندعو ادعو باسمه وهو بيكون موجود تيغير ويجمل أو يخلي كل شيء بيشبه صورته. فضل دقيقة معنا، بس بدي أكد أنه حياتنا نحن واقفين على إجرينا وبتشوفوا حبنا لبعض، لأن هو الراس بالبيت، دائما بقول له أنت الراس ونحن بنتلقى منك وخاضعين لإلك ومستسلمين لإلك، والحنية اللي بتشوفوها منا أو مني لبعض هي مش منا، عم نأكد لكم هي منه، لأنه قايلين له اشتغل فينا مثل الطين وغير فينا. بليز بدكم حياتكم الزوجية تكون هالقد مبنية رائعة، يكون عندكم علاقة مع يسوع عم تحكوا معه، وكل أضعافي أنا كرجال شرقي بحطهم قدام زوجتي وقدامه ونحن وعم نصلي، ودايما بنتصل وبيرفعني لفوق انا ومريان. منودعكم ومنقول باي يا ام امير، بحبكم كثير. حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، حبيتك وابتدت قصتنا، نطرتك لنعيش سوا فرحتنا، بالأفراح وبوقت الضيق رح بتكون أقرب صديق.